أهلا وسهلا أصدقائي المتابعين، هذه حلقة خاصة جدا. يستمد أغلب القوات في المغرب مع بعض الاستثناءات القليلة قوتهم من الموروث الاستعماري أكثر من انصياعهم للقانون وللدستور المغربي. البارحة أمضى أخي سعيد، يعني يوم السبت 19 شتنبر 2020، 5 ساعات في مخفر الشرطة من الساعة 6 إلى الساعة 10 ليلا، بعدما اقتاده قائد للمقاطعة الثانية بقلعة سراغنة لأنه يحمل باف مكبر للصوت قصد المشاركة في وقفة احتجاجية نظمها التجار والمتضررون من قرارات عامل إقليم قلعة سراغنة بإغلاق المحلات والمقاهي على الساعة 6 مساء. هذا القيد للمقاطعة الثانية والمسمى إحسان، والذي لا إحسان له سوى التنكيل بالمواطنين، أتساءل من أين يستمد سلطته؟ واش كيستمدها من الإرث الاستعماري ويتعامل مع المواطنين بنوع من التعالي كأننا في مملكته الخاصة، يصول ويجول دون أي حسيب أو رقيب. من أين استمد هذه السلطة فوق القانون؟ أنا كمواطن ومتابع للشأن السياسي عندي هذه القناة، هذه أتساءل، عندي هذا يعني نافذة نحو العالم، بغي نعرف ما هي التهمة التي استوجبت البقاء ديال أخي المغلوب على أمره والذي لا يملك سوى فراشة صغيرة وعاط عن العمل منذ شهر مارس 2020، وهو المعيل الوحيد لأسرته، والتعامل معه بهذه القسوة وبهذه بهذه الأشكال التنكيلية، مع أنه مواطن بسيط لا يملك لا حسا سياسيا ولا تأطيرا ولا تحاجة. هذا القيد هذا اللي فوق القانون والذي يستغل حالة الطوارئ من أجل القذف بهؤلاء البسطاء، ماشي أخويا، بزاف ديال البسطاء إلى مخافر الشرطة. أنا أتساءل كمواطن مغربي وانطلاقا من حقي في التعبير، خصني نهضر، الذي يخوله لي الدستور، واش حنا في مملكة هذا القايد ولا في شي مملكة أخرى؟ واش حنا تحت رحمة وسلطة وجبروت هذا القايد ولا حنا في شي مملكة أخرى؟ أنا أتوجه للملك محمد السادس، هل تعيين قائد من أجل خدمة المواطنين ومصالح المواطنين بهذه المدينة يستدعي هذه القسوة في التعامل وهذا الإدلال وهذا الإجحاف؟ وهل من مصلحة الدولة، واش الدولة المغربية ما عندها ما يدار، وهل من مصلحة الدولة المغربية أن تلقي القبض على صاحب فراشة لأنه يحمل باف رغبة المشاركة مع الآلاف، غادي تشوفوا الصور، مع الآلاف من ساكنة المدينة ضد هذه القرارات المجحفة والتي جعلت هذا الإقليم في أسوأ مراتبه الاقتصادية والاجتماعية، ويعني ما فوق التهميش ولا ما تحت التهميش ولا ما عرفتش كيفاش اشنا هو التعبير، ولكن هذا الإقليم يرضخ للتعاملات خاصة كأننا يعني في واحد المملكة مصغرة يحكمها هؤلاء القادة. نود أن نعرف من أين يستمد هذا القائد والذي لا علاقة لاسمه بالإحسان، كيف يمكنه أن ينام وهو يلقي بشخص عنده فراشة صغيرة أنه يلقي به 6 ساعات في مخفر للشرطة. اليوم أنا أتوجه للقائد، غادي نقول لك، غادي نعطيك واحد درس كبير في التاريخ، ومن أين تستمد سلطتك
وكيفاش هذيك العقليه المخزنيه الاستعماريه التي لا تزال تحتفظ بها، غادي نوريك انا اليوم اشنا هي هذه العقليه هذه. تابعوا معنا. إذن كيف ما قلت هذا القيد هذا وامثاله من الكثيرين، ما كنعرفوش بزاف ديال التاريخ ديال المغرب، ما فيها باس نعطي شي شويه ديال درس في التاريخ. هذا القائد لا يعرف انه سليل التهامي القلاوي، جده مجازيا في التسلط وفي القمع وفي التنكير بالمواطنين. هذا القائد هذا ينتمي مجازيا لعائله القائد حمو القرض. واش كتعرف حمو القرض؟ وهو القائد ديال شياضمة زمن الحمايه، واللي هو من العائله كذلك ديال القلاوي، والذي مارس أسوء المهانات والإذلال، وكانت خيبته مدلة حتى في تعاود ديال التاريخ. هذا القيد هذا يمكن أن يكون صديقا مقربا من قيد البغدادي وأمثاله، الذي قمع وشتم وضرب ولم يتصور ذات يوم وهو في قصره أنه سيهرب إلى فرنسا خائفا مذعورا مدلا. هذا القيد هذا خصو يعرف الظاهرة القيدية، أصولها ومنطلقاتها، وعلاش اعتمدها المخزن في عقاب الآخرين، ماشي يتعدى على مواطن مغلوب على أمره عنده فراشة. هذا القيد هذا وأمثاله خاصهم معالجة نفسية، هذا القيد وأمثاله خاصهم معالجة نفسية ودروس في التاريخ، لأنه لا يفرق بين بنود القانون والشطط في استعمال السلطة. هذا القيد أنا أتساءل من أين لك هذا، وغادي نرجع عليها، من أين لك هذا، وأدعو لجنة للتحقيق في الثروة اللي عندك في المملكة ديال محمد السادس. راسي ماشي هي المملكة ديال الحماية الفرنسية في عهد مولاي يوسف اللي كان خاضع فيها المغرب للاستعمار، والقياد يفعلون ما يشاءون. لقد أبانت أزمة كورونا، أبانت بالملموس عن مستوى هؤلاء القياد أنهم عارفين فقط الأوراق، وعن تصرفاتهم شي باغي تفاح، شي باغي كوربة ديال التفاح، شي شدوا في الجبيل بالرشوة، شي شدوا في مناطق أخرى بالتنكيل بالمواطنين. وقصصات الصحافة الوطنية اللي غادي تكتب من بعد في التاريخ المغرب تصور مظاهر هذا الاستعلاء ومظاهر هذا الشطط في تعامل القياد مع المواطنين، وجهلهم بالمواطنين وجهلهم بحقوقهم، وكذلك للدولة التي ركمت أمثال هؤلاء المواطنين وليس ذنبهم. أعود وأقول للجمعيات الحقوقية وللمناضلين وللناس اللي كيعرفوا ان هذا الشيء يجب ان يفتح تحقيق فيه. لماذا قبع مواطن بسيط 6 ساعات في مخفر الشرطه دون تهمه؟ لانه يحمل مكبرا للصوت ويود المشاركه في تظاهره كما كتشوفوا في الصور. واش كتظنوا فقط لاخافه المواطنين الاخرين؟ اقول له ولأمثاله مع شعارنا الخالد: القمع لا يرهبنا، والقتل لا يفنينا، والنضالات الشعبية تزكي النضال فينا. سأعود للموضوع. كل المنى وكل الدعم وألف تحية وسلام للأصدقاء وللمتابعين ولسكان مدينة قلعة سراغ المناضلة، مدينة جبيها رحال وعبد السلام المدن، واللائحة طويلة، سأعود لها كلما أتيحت الفرصة، ولا أخاف في القول في الحق لومة لائم. أما هؤلاء فمصيرهم كما قال لينين إلى مزبلة التاريخ. كل المنى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.